كل هؤلاء يجب أن تتذكرهم النهاردة، لأن أنت في الساعة دي شفت مصر، والساعة دي شفت التحالفات الإقليمية، وفي الساعة دي فهمت القوة. النهاردة أردوغان، النهاردة على طول. على فكرة الرسالة يعني ما عادتش اللوم، بقول لكم إيه جاله الصورة، يعني ما فيش جاله الصورة، بص على 3-7، فقال إيه؟ قال إحنا حقنا في البحر موجودة. طب أنت بتقول الكلام ده ليه النهاردة وفي إيه؟ ولو في غاز أو بترول إحنا هناخده، إحنا محدش يمنعنا من حاجة. طب أنت بترد على مين؟ بترد على إيه؟ رسالة واضحة، رغم إن مصر لا توجه عداوة لأحد، نحن نحافظ على أشيائي، على حاجاتي، على آباري، على ثروتي، وغير كده أي حد تاني يضرب دماغه في الحيط. فأنت اللي أنت، في ناس كتير فاكرة إنه اللي بيعمله الريس ده يعني تجويد، شيء زيادة، كويس، هو كويس لكن هو بيعمل اللي كان مفروض يبقى موجود. يجب أن تملك القوة للدفاع عن حدودك،